وحنا ناضلنا جميع في إطار الكتلة ودخلنا جميع الحكومة ديال اليوسفي وما تلاها، وتبارك الله ثلاثة الحكومات كانت كافية عندما اختار الشعب المغربي. ولذلك احنا ما دخلناش للحكومة، نوتي عندما اختار الشعب المغربي مشوا المعارضة، ونفس الموقف أخذه حزب الاستقلال بعد ذلك. كنا ننتظر من حزب التقدم والاشتراكية هذا الأمر، لكن يظهر أن المقاعد غرات هذا الحزب، ولذلك ما كايناش شي حزب سياسي تيستمر لأربع ولايات، ولربما يهدف إلى الولايات الخامسة. غادي يدوز الإنسان عمره كله هو وزير، لا يوجد وزير حتى في الديمقراطية الغربية. أنا حكيت لكم عن التجربة ديال إسبانيا، اشتراكيين في إسبانيا وغونزاليز، المنجزات التي أنجزوها، ورغم ذلك كان التناوب أمرا مفروضا بحكم الطبيعة. هؤلاء يقاومون طبيعة الديمقراطية اللي هي التناوب عندما يستمرون مع كل الحكومات. واليوم مع بي جي دي بدا إلى فاز تجمع أو توجه تقدمي الحداثي، هل سينسحب مع التوجه المحافظ أم سيصبح اشتراكيا وتقدم؟ سنظل اتحاد اشتراكي لا يستقيم إلا أن نكون بندية، لأن دورنا ماشي من خلال غير المؤسسة الحكومية، نحن عندنا دور في مؤسسة المجتمع.